بنت يا سون، يا بيت. ايوه يا ماما. يا بنت الباب بيخبط ولا ايه؟ اه يا ماما، ده كان بتاع الزباله، بس اديته الزباله ومشي. بتاع الزباله. ماشي. بقول لك ايه؟ ايه يا ماما؟ هاتي لي كوبايه ميه. حاضر. ايه في ايه؟ مفيش حاجه يا نور، عايزانا اجيب لها كوبايه ميه. خليك واقفين، هجيب لها كوبايه واجي لك تاني. خلاص ماشي. يا بنتي يا بنتي، فين الميه؟ ايوه يا ماما، اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. يا ماما ليه بس كده دلقتيها يا ماما؟ يا بنتي وانا شايفاني بشوف. طب خلاص يا ماما، معلش انا هجيب لك غيرها. هروح اجيب لك غيرها يا حبيبتي. عادي عادي. انا مش عارفه، هو انا حاسه ان في حد في الشقه. ما يكونش الواد جه ولا ايه؟ اتفضلي يا ماما. بقول لك ايه يا سندس؟ ايه يا ماما؟ هو ابني جه؟ لا يا حبيبتي لسه ما جاش. امال انا ليه حاسه كده ان انت فتحت الباب او حد جه؟ ما اصلا انا فتحت يا ماما، حطيت حاجه في الباسكت وقفلت تاني. يا بنتي مش بتقولي ان الراجل جه خد الزباله؟ ما هو يا ماما جه خد الزباله، وانا يعني مش هخش اعمل زباله تاني مثلا؟ ما في ايه زباله تاني؟ منين خد الزباله ومنين بتحطي حاجات في الزباله؟ يا ماما يا حبيبتي انا كنت في المطبخ، في حاجات طلعت حطيت، عايزه حاجه يعني؟ انا حطيت الزباله. مش طبيعي خالص النهارده، يعني ابني ما جاش؟ لا يا ماما لسه ما جاش. انت عايزه حاجه يا حبيبتي؟ اقول لك ايه، انا خلاص تعبت من القعده، خدي نرتاح جوه. حاضر يا ماما، تعالي اتفضلي. انت فين؟ انا معاكي. عارفه ليه يا بنتي يا سندس؟ انا حاسه ان في حد جه الشقه. يا ماما مين بس يا حبيبتي اللي هيخش الشقه؟ يا بنت انا سامعه صوت، انا سامعه صوت كده وحركه والباب انفتح، مش عارفه في ايه. يا ماما مفيش حد، بس يا حبيبتي تلاقيها تهيؤات بس، عشان ابقى لك كتير قاعده على الكنبه وانت تعبانه. ما يكونش ابن عيان وانت مخبيه عليه. يا ماما لا، بس يا ماما والله ابنك في الشغل، هكدب عليكي ليه؟ قولي لي الحقيقه يا سندس. مفيش حاجه والله، تعالي بس انت ترتاحي دلوقتي. ماشي. تعالي على ما انا مش شايفه يا بنتي. قولي لي يا عمي. تعالي تعالي كده امشي معايا انت على ما ماشي. على ما ورا جاي ورا. اقعدي يا حبيبتي. بس يا حبيبتي بصي بقى يا ماما، ارتاحي شويه وانا اروح اكمل الاكل، عشان لو حسام يجي يلاقي الاكل جاهز. ماشي ماشي خلاص. روحي. مش عارفه ليه انا مش مرتاحه، سمعت الباب ودني، يعني كمان هبقى عامله في ودني. انا عارف، انا سامعه الباب بتقول لي الزباله اتاخدت، والزباله بتقول لي لسه. انا مش عارفه في حاجه ولا ايه، انا حاسه كده انا مش مطمنه، مش عارفه في ايه. فينك يا حسام؟ ايه يا ماما؟ ايه يا فندم، السباكه حافيات والدش جوه كله بايظ، مش عارف ليه. معلش انا كده كده هكلم السباك يجي يصلحه. سباك ليه يا ستي؟ يا ستي انا هعمل لك كل حاجه جوه. يا عم احنا هنلحق نقعد مع بعض. انت مش مهم ده كلها 5 دقايق بس، خش اعملي كوبايه شاي على ما اخلص واجي. طيب ماشي. انا حررت قوي، انا شكلي على التيشيرت اللي تحت ده. وخليني ابدا. ماشي ايوه كده، الواحد يديني يشتغل براحته. نبدا بقى نصلح. كده برضو ضيعت الوقت يا نور، لا نقعد مع بعض ولا اي حاجه كده. نقعد. طيب استنى عشان حسام اللي بيتصل، ما تتكلمش. الو. ايه يا بابا؟ ايه حاولت تفتح الباب وما فتحش ازاي يعني؟ طب هو انت فين دلوقتي؟ طب ماشي. بص طيب يا بابا، معلش والنبي هتعبك معايا، بس هات لي 2 كيلو قطه من على اول الشارع وانا هشوف الباب ماله فيه ايه. ماشي يا بابا. ايه يا هاني؟ ايه يا حسين؟ لا بابا من شويه. معرفش. ايه ما تعرفيش؟ كنت حاطط المفتاح مش عايز ادخل المفتاح فيه. معرفش والله، انا كنت في المطبخ معرفش حاجه. ازاي يعني؟
دلوقتي انا قعدت 10 دقايق بره عشان افتح المفتاح ما ينفعش قبل ما اتصل بيه. طب ماشي يا بابا، ما تلاقيه عايز يتزيت ولا حاجه. زيت ايه؟ اشمعنى دلوقتي؟ من شويه ما كانش هينفع ليه؟ طب انا ايش عرفني حسام وانا هتدخل في الكلام كمان؟ ده اكيد كنت حاطط مفتاح هنا عشان يعني انا وحتى مفتاح ما انا هقول لك يعني وانا داري ليه مثلا؟ انت شايفه اللي كده صح يعني؟ ايوه ما كنتش حاطه حاجه، انا كنت في المطبخ. استغفر الله العظيم يا رب. امشي يا سندس، امشي يا سندس من قدامي. ايه ده؟ يا ريتاش. نعم يا بابا. تعالى يا حبيبي. بقولك ايه؟ ما بتحسيش كده ان ماما بتعمل حاجة غلط وانا مش موجود؟ اه يا بابا، بحسها بتعمل حاجات غريبة كده. حاجات غريبة ازاي يعني؟ دايما عايزانا ننزل الشارع مش عايزانا نطلع، ودايما بتخليك تقعد جوه وما بتطلعش من الأوضة خالص. الكلام ده من حتة يا باشا. كل يوم لما انت بتمشي من الشغل بتخليني انزل الشارع على طول وبتخليك تقعد جوه. كل يوم لما اروح الشغل بتعمل كده؟ اه. الكلام ده يعني كل يوم بيحصل؟ اه. طب وتيتا على طول قاعدة في الأوضة ما بتطلعش بره؟ لا ما بتطلعش بره غير ما بتاع كده. طب ما تشوفيها بتتكلم في التليفون مع حد غريب، بتكلم حد غريب، واقفة مع حد غريب، ما تشوفيش ده؟ بصراحة يا بابا أنا مش عارفة. استغفر الله العظيم يا رب. أنا كده بقى إيه؟ أنا كده مش مرتاح. طب هي فين ستي؟ تيتا جوه نايمة في الأوضة. نايمة في الأوضة؟ اه. طب تعالى نشوفها. إيه يا أم عاملة إيه؟ الحمد لله. معلش بقى انت وانا مالك يا ام؟ في ايه؟ انا قاعده مستنيه من بدري يا ابني. اه. ومعرفش كده كان في حاجه بتحصل. حاجه؟ في البيت وغريبه. حاجه ايه؟ انا مش فاهماها. مش فاهم كلامك انا ايه؟ مراتك معرفش النهارده مالها كده. عماله تفتح الباب وتقفله. اقول لها الباب اتفتح تقول لي لا ده بتاع الزباله. وبعد كده تقول اصل انا برمي حاجه في الزباله وخرجت. مش فاهم قصدك ايه يا ام الكلام ده يعني؟ يا ابني والله بحكي لك الحقيقه، انا معرفش ايه اللي بيحصل ومعرفش ايه اللي حصل النهارده ده، وحاسه كده ان في حد في البيت. انت شفت حد موجود يا ريتاش في البيت؟ انا والله يا بابا ما كنتش موجوده. كنتش موجوده؟ كنت قاعده تحت يعني؟ يعني كانت بتلعب مع اصحابها تحت. كنت بلعب مع اصحابي تحت. وانا بحسبها جت وبحسبها بنت بيت، قالت لي ما جتش. وفضلت يا ابني حاسه بحد بيتحرك. لا يا ابني. قدامي وانا ماشي. استحاله يا سندس تعمل كده، استحاله يا سندس تكون بتخوني يعني. انا شاكه في كده بصراحه يا ابني، وانت عارف ان انا ما بشوفش، واللي انا حاساه دوت انا بقول لك عليه. يما ده كلام كبير. انا اصحابي ما حسيتش حد من وقتها. ايوه انا عارفه يا حبيبتي ان انت ما كنتش هنا. ده كلام كبير يا امي، كلام كبير. والله يا ابني بص انا برضو مش متاكده وبرضو انت عارف. استغفر الله العظيم. بس انا اللي انا حاساه وقلبي حاسس بيه انا عامي اه، بس قلبي بيحس برضو لسه ما فقدتش الاحساس يعني. الكلام ده امتى يا امي؟ النهارده كده بعد ما انت مشيت بأربع ساعات. على الدور يعني؟ اه، قلت يمكن انت رجحت ولا انت تعبان ومخبيه عليك. انا راجع الساعة 4:30 يعني قبل ما يجي بأربع ساعات كمان. أيوه يا ابني بعد ما انت مشيت كده بشوية. أنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل ده. خلاص يا أمي ماشي. أنا هشوف الحوار. أنا مش فاهمة يا ابني هي مالها ودقت عليا المية. دهنت المايه؟ ايوه بتديني كوبايه ميه من معرفش كانت مستعجله. ماشي. بقول لك يا ريتاش اوعى تقول لامك اي حاجه من اسمك ده. حاضر يا بابا. ما تقولش اي حاجه. حاضر. انا هقوم يا امي وانا هتاكد الحوار ده بنفسي. ربنا يبعد ذنبنا يا ابني وحش يا ابني ومش اكيد. ماشي يا امي ماشي. خلي ريتاش جنبي ماشي؟ ماشي. عامله ايه يا الحمد لله يا حبيبي. ايوه بقى. تيشيرت غريب في الحمام. كده جميل قوي. التيشيرت ده بتاع مين يا هاني؟ التيشيرت ده ما معرفش. ايه اللي ما معرفش؟ التيشيرت ده شفته في الحمام، بتاع مين التيشيرت ده؟ التيشيرت ده مش بتاعي. معرفش والله يا حسام. انا اللي اعرف، انا دلوقتي كنت في شغلي، رجعت لقيت الباب مش عاوز يفتح، وقلت لي ايه؟ طب معلش هات 2 كيلو اوضه لحد مش عارف لحد ما اشوف لك الباب، والباب اول ما رجعت كان بيفتح حلو قوي، وكان في مفتاح جوه الباب. وامي حاسه ان في حد دخل البيت وانا مش موجود، والبنت ريتاج بتقول لي اللي انت بتنزليها تحت اقعد تحت كتير وما تطلعش بره تطلع فوق في الشقه. ايه اللي انت بتعمليه بالشقه يا هاني؟ ما بعملش حاجه. ايه اللي انت بتعمليه بالشقه والتيشيرت ده بتعمليه اللي موجود في الحمام؟ يا حسام ما اعرفش، ممكن يبقى انت جبته ونسيت ولا حاجه. جبته مين؟ لا انا ما جبتش التيشيرت، انا اول مره اشوفه في حياتي ومش ريحه اللي فيه كمان. مين صاحب التيشيرت ده يا هانم اللي لقيته جوه الشقه؟ انا ما اعرفش. انا اللي اعرف. طب بص بقى يا بنت الحلال، تاخدي نفسك كده بطولك بعرضك كده عند ابوك وامك، تقعدي لك بقى ايه اسبوع اتنين تلاته شهر لحد ما يبان صاحب التيشيرت ده وتقولي لي الحقيقه.
ما قلتليش هتطلقي وما لكيش اي حاجه عندي وافضحك في وسط الدنيا كلها. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ لا حسبت الله انا ما اعرفش حاجه. ايه اللي ما تعرفيش حاجه؟ ايه اللي ما تعرفيش حاجه؟ بتعملي التيشيرت ده؟ انا ما اعرفش عن التيشيرت ده حاجه، انا اول مره اشوفه. طب بقول لك ايه، قومي بقى كده، قومي كده، قومي لي، تعالي ورايا، تعالي كده ورايا، تعالي يا عيني بره يا حته، خلي ابوك وامك اللي ما يعرفوش يربوكي، وانا ليا كلام مع ابوك وامك. يلا. ثلاثة. انا اعمل ايه؟ خلاص يلا بجد خبط عليك. يلا علشان انا بخرب بس ما تخرجش ليه؟ اثنين ثلاثة. لا استنى ما كانش كويس. اثنين ثلاثة. بتهزوني. لا تكلميش يا ماما، خليك ماشي عادي. ماشي. طب ده بيعمل صوت. ما تعيش صوتك على البقرة. يا ابني سيب الباب، انا مش سيب الباب. ابص ايدك ما تقفلوش. واحد. اتنين. هتخبط فيها خد بالك. واحد. اتنين. افتح ام الباب. هو ما اتنين تلاتة. اتنين. تلاتة. استنى بس معلش. اتنين. تلاتة. انا مش عارفة كده، انا حاسة ان في حد جه. ما يكونش الواد هو اللي جه. انت مش شايف. اتنين. تلاتة. يلا استنى. تلاتة. ايه في ما فيش حاجة ضغطت مني مية. الحين تخش كل اللي هتعمل مية. لا. اتنين تلاتة. ليه في مفيش حاجة طلبت مني كوباية مية؟ خليك كوباية مكانك هديها لها واجيلك على طول. لا انا هخش جوه ماشي، هاتوا مبسوطة.